الزمان في العصور القديمة العالم كله كان فاضي وكان ضلمة. اتوجدت روح جوه كائن اتخلق بإبداع زي لوحة مرسومة بإيد فنان عظيم من غير ولا غلطة. نقرب أكتر من حكايتنا بالتحديد تحت السماء مجرة درب التبانة كوكب الأرض. ادخل جوه اللوحة أكتر هتبان تفاصيل الألوان. سيب لجام الخيال وانسى الزمان. نيو ده اسمه. نيو كان فاكر ان مفيش غيره هو والارواح اللي عايشين حواليه. كان فاكر ان مفيش حد تاني بره الكوكب. كان عايش يومه بكل ما فيه. برغم صعوبة حياته عمره في يوم ما سأل نفسه ايه سبب خلقه؟ ايه هدفه في الحياة؟ بس كان عايش وقابل بالواقع. عارف انه واحد من ملايين الارواح اللي موجودة على الكوكب. كان حاسس باشتياق لكنه ما فهمش معناه. ما عرفش يترجم احساسه. على قد ما قرأ وتثقف من بحر الكتب بأنواعها على قد ما كان حاسس ان في حاجة ناقصة. كان دايما حاسس بحزن بسيط مهما عمل حاجات تفرحه. الكتب علمته ان الحياة فصول لكن لازم تكون شجاع كفاية علشان تقلب الصفحة. وإلا عمرك ما هتعرف الفصل اللي جاي من الكتاب مكتوب فيه ايه. نيو حاول يخرج من الإطار الضيق اللي هو معايش نفسه فيه. يمكن يلاقي إجابة على السؤال اللي بيشغل فكره ويحيره. كان عاشق للفلك والنجوم. حس إن العالم البعيد ده أفضل بأي حال من العالم اللي هو فيه. ما كانش عارف إيه السبب. يمكن عشان العالم ده في مكان أعلى منه. يمكن عشان المطر بيجي من فوق. وفضل جواب السؤال هو الصمت لحد ما جه يوم اتغيرت حاجات كتير في تفكيره. يمكن يكون اليوم ده خلق روح جوه روحه أثر على نظرته لكل حاجة حواليه. مش ممكن. ازاي عمري فكرت في حاجة زي كده؟ ايوه مستحيل كل المجرات والكواكب والنجوم والسماء والبحر والشمس والهواء والمية كل ده ملوش كبير. لازم يكون في روح تانية موجودة في مكان في العالم ده بتدير كل الظاهر العظيم. مش شرط. انت طول عمرك بتعامل مع الظاهر دي. اذا كان في روح تانية زي ما بتقول ليه عمرك ما حسيت بيها؟ علشان انا متأكد انها ابعد بكتير عننا وابعد كمان عن تفكيرنا. روح مختلفة عننا. كلام نظري ومع كده عمرك ما قابلته في اي كتاب من اللي قريتهم دول. لا مش نظري. الكتب دي ابداع العقل وعقل بيقول لي كده. انا متأكد. بس هو فين؟ في امل يسمعني؟ ها انت فين؟ رد علي. نيو حب يتعرف على فكر الارواح التانية اللي عايشة معاه في الموضوع ده. حاسين نفس احساسه ولا هو بس اللي عنده اوهام؟ أنا متأكد تخمينك صحيح وإحساسك عمره ما غلط.
نيو، انا الروح اللي بتدور عليها. انت موجود فعلا؟ محدش يقدر يدخل هنا، يبقى مين اللي بعت الرسالة؟ انا كنت صح؟ طب ليه مش بترد عليا؟ كلمني. كنت متأكد انك موجود وقريب مني، حاسس باشتياق ليك رغم اني ما اعرفكش. عارف وانا بكلمك دلوقتي في احساس غريب جوايا، كأن غلاف الحزن اللي عليا بيتشال واحدة واحدة. بس انت ليه مش بترد عليا لما بكلمك؟ حيرته المرة دي كانت مختلفة، ما كانش عارف هيلاقي فين الرسالة الجديدة، لكن ما أسهل الوصول لما يبقى المحرك هو الاشتياق مش المصلحة. أنا كمان بحس باشتياق ناحيتك لما بتراسلني، لكن للأسف ما ينفعش أكلمك بصوتي لأني أول مرة رديت عليك، بس أنت ما سمعتنيش لأن طول عمرك ما فكرتش أني موجود، عشان كده ما بقيتش بتسمع صوتي من كتر ما كنت بعيد. على فكرة أنا اللي خلقك، عشان كده احنا شبه بعض. ممكن اكلمك ازاي؟ عايز اقرب منك اكتر. هو صحيح لو طلبت منك حاجة تنفذها لي ولا؟ طبعا اطلب وانا هنفذ لك اللي انت عاوزه، وممكن نتكلم من الكمبيوتر اللي عندك. انا عارف انك ركنته لغاية ما الويندوز وقع، وعارف ان السيستم قديم، بس هو ده الوسيلة الوحيدة دلوقتي. لازم تعمل ابديت. بس الابديت صعب جدا وهياخد وقت طويل، ده الجهاز مليان فيروس. نيو كان بقاله فترة كبيرة ما بيستخدمش جهازه، والموضوع كان صعب،
وهياخد وقت طويل، ورغم كده بدأ فيه وتحدى اليأس. ونجح نيو وبدأ يتكلم مع الروح اللي خلقته بعد سنين كتير ما كانش يعرفه فيها. دلوقتي ممكن تسمع صوتي. انا عمري ما كنت فرحان قد دلوقتي. على فكرة عايز اقول لك على حاجة، انا درس فيزياء وكيمياء كويس قوي. في معلومة بتقول ان لو خبطنا نيوترون في نيوترون هتتولد قوة جبارة اسمها نيوترون، ممكن تخليني اسافر اسرع من الضوء، يعني انا ممكن اوصل. ما ظنش، بس ما تقلقش يا نيو، هتجيلي في الوقت المناسب. انت ما ينفعش تعرف للاسف، وده لمصلحتك. يبقى خلي بالك من المفتاح اللي بعته لك في اخر رساله. مفتاح ايه؟ ثانيه واحده كده. لقيته. هتحتاجه قريب، المفتاح ده اهم من العلوم اللي انت دارسها، بس ده ما يمنعش انها مهمه برضو. على فكره انا عمري ما لقيت حاجه عنك في الكتب اللي عندي كلها. نيو، الكتاب اللي بيتكلم عني مش عندك. ازاي؟ ده انا عندي بحر كتب. ما عدا كتابي. طيب انا عاوزه. تقدر تجيبه من على جهازك، انت مش عملت ابديت وجهازك اتحدث؟ تقدر تنزله. مرة على مرة زادت المواد والكلام كتر، وكل الأماني اللي كان نيو بيحلم بيها اتحققت، واللي ما كانش بيتحقق كان بيبقى لمصلحته. حتى شكل البيت اللي عايش فيه اتغير، كأن الحيطان بتتدهن لوحدها، البيت بيتجدد. نيو ما كانش عارف ازاي ده بيحصل، كل اللي كان يعرفه انه مش عايز يبعد عن الروح دي ولا يزعلها. صحيح الموضوع كان صعب في الأول، مشاكل بتقابله وناس بتحبطه، حتى عقله كدبه، لكنه تحدى كل ده ووصل. في حاجة كمان، المفتاح. على فكرة نيو وصل للمكان اللي فيه الروح اللي خلقته زي ما كان عايز. أصل مش دي المشكلة، لكنه ما كانش هيدخل لولا المفتاح اللي جاله جوه الرسالة. باقي الأرواح اللي وصلت معاه وما كانش معاها المفتاح اتطردت من السماء لمكان تاني، ظلام ونار وصراخ. الحكاية كلها أبديت ولا نيوترونة؟ لما تحاول توصل للروح اللي خلقتك هتستخدم النيوترونة؟ يعني هتحاول بعقلك بس، روتين ما فيهوش جديد، ولا هتبدأ بنفسك وتعمل ابديت لسيستم حياتك؟ في الطريق ده ممكن تلاقي فيروس مش عايزك تعمل الابديت، لازم تحاربه بنفسك، محدش غيرك هيعمل ده. مهما كان حالك ابدأ من دلوقتي، وصدقني النهاية هتكون في منتهى الروعة، لكن اعرف برضو ان الطريق مش سهل. ويوم ما تقعد على جهازك افتكر نيو اللي بقى فعلا نيو، وافتكر ان الابديت بيبدأ بمسج.